بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلاب الصف العاشر الأساسي، حياكم الله في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، وهو بعنوان سماحة الإسلام، وهو الدرس 16. طبعا المطلوب منا في هذا الدرس حفظ هذا الحديث وأيضا شرحه ومعرفة المفردات والتراكيب الواردة في هذا الحديث، وكذلك التعريف براوي الحديث وهو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس رضي الله عنهما. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. راوي الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس رضي الله عنه، من فقهاء الصحابة، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليا على اليمن، وكان حسن الصوت في القرآن، إذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. توفي رضي الله عنه سنة 52 للهجرة. المفردات الواردة في هذا الحديث: يسرا أي بمعنى سهلا سهلا، وخففا عن الناس بمعنى، ولا تعسرا لا تشددا على الناس، بشرا أدخلا السرور وابعثا الأمل، ولا تنفرا لا تبعدا الناس عن الخير وعن الدين، تطاوعا بمعنى توافقا. شرح الحديث النبوي الشريف: خلق الله تعالى الإنسان وهو يعلم أحواله وما يصلحه في الدنيا والآخرة، وقد شرع له من الأحكام ما يناسب أحواله وظروفه في الأوقات كلها. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن المبادئ السمحة التي دعا إليها هذا الحديث النبوي الشريف: أولا، التيسير وعدم التعسير. الأصل في الأحكام الشرعية التيسير على الناس، إذ يستطيع الإنسان أن يفعلها فلا يكلف فوق طاقته. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن مظاهر التيسير مراعاة أحوال الناس وظروفهم، فقد أباح الإسلام للمسافر قصر الصلاة وجمعها والإفطار في رمضان، وكذلك أباح الأكل في الميتة إذ خاف الإنسان على حياته، وجعل فريضة الحج على المستطيع من المسلمين. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيسر الأمور عند الخير عندما خير بينها ما لم يكن إثما، ودعا المسلمين إلى التيسير على بعضهم البعض، كل حسب مسؤوليته ومكانته. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم الأئمة بالتخفيف وعدم الإطالة على المصلين في صلاة الفريضة، لأن فيهم الضعيف والمريض. وكذلك من التيسير أيضا التعامل برفق مع المخطئ والمسيء، وتجنب الغلظة والقسوة معه. ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع العربي الذي بال في المسجد، إذ زجره الصحابة رضوان الله عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهربقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طبعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التيسير، إذ أنه لم يكتفي بالأمر به، بل اتبعه بالنهي عن التعسير على الناس بقوله: يسرا ولا تعسرا. وأيضا من الأمور التي تناولها الحديث الشريف إن ترغيب الناس وحثهم بالأسلوب الحسن وتذكيرهم بفضل الله ورحمته له أثر كبير في إقبالهم على الأعمال الصالحة وشحذ هممهم وعلوها. فإذا وعظ الداعية عاصيا فإنما يذكره أولا بسعة رحمة الله وعفه، فلا يعظم له معصيته حتى لا ييأس. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأيضا من الأمور التي تناولها الحديث الشريف التطاوع وعدم الاختلاف، حيث حث الإسلام على التطاوع والوحدة وتقريب وجهات النظر وعدم التنافر، لما ذلك من أثر في تحقيق مصالح الأمة وشيوع الأمن والاستقرار والتعاون على الحق. ففي الاختلاف فرقة وضعف وانتشار للفوضى والفساد. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فيجب على المجتمع أن يكون يدا واحدة متآلفا متحابا، وعندما يختلف الناس في وجهات النظر وتتعدد آراؤهم لا بد من مراعاة آداب الاختلاف، وذلك بالاستماع
إلى الآخرين للاستفادة منهم، واحترام الرأي الآخر والمناقشة بأسلوب هادئ ومقنع للتوصل إلى الصواب بعيداً عن العداوة والاستهزاء والاستخفاف بالآخرين. ومن القيم المستفادة عزيزي الطالب من هذا الدرس: أتعامل مع الآخرين بلين ورفق، أحترم آراء الآخرين، أبث روح التفاؤل والأمل بين والأمل في الناس، وكذلك أتقي الله عز وجل حيثما كنت. الأسئلة الموجودة أمامنا عزيزي الطالب مطلوب منا طبعا حلها على دفتر التربية الإسلامية هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.